أعزائي المشاهدين الله بالخير، نحييك ونقدم لك برنامج سهرة مع الأنغام. خلكم معانا.
لفين الشعر حق اليوم ورانا سهرة دقدقة الوناسة والشاي يمه بس ناقص المكسرات. يلا ورب البيت كريم حنطلع لنا المحيلان يسولف علينا شوية يبنسنا. يلا يا صباح الورد، يا صباح الريحان، يا صباح النعناع، يا هلا صباحك بالله بخير. والله انت الحين قاعدة ولافة شعرك 19,000 لفة ومجابلة الرادو، انت والله ما تستحين، انت حاطة قوري قدامك بس طايحت لدحب هالشاي، ما تخافين ريلك يرد من الدوام يبي غدا ايش ياكل؟ ياكل تراب؟ قومي 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 سوي له غدا، ولا ترى والله اني طقت طقت السنة بساعة. قومي قومي حط موسيقى. Thank you.
حطي بالك حطي بالك، منزل رقم 35 بعد شوي راح يقطون الخمام. حطي بالك سيفي دفتر المخالفات. حوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سمعت انا وقاعد اشوف شوي شوي بس ماكو شيء. حول ماكو شيء. انت ليش ما تطلعين عدل؟ ليش ما تطلعين؟ حطي بالك لان المنزل محاصر. بعد شوي راح يطلعون. شوفي 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 شوي. حول كاري طلعوا مخلونه كار طلعوا. حول هيا حط طلع جيس حط. الله تزيد حياة الانتظار. الهدف الثاني لسام الحشاش العربي. محمود عموما في لقائنا بعض الأسئلة الخفيفة. ما أدري بالنسبة للطلعة القوية اللي طالعين فيها في الدوري العام مثل ما تقولوا مبادئ شيء الحين على النهاية، ما أدري ممكن أعرف سر الروح؟ يقولون انتم تلعبون بروح، شنو سر هالروح الموجوده عندكم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه طبعا ل ظهور فريق النادي العربي بالصوره هذه الموسم، خاصه الموسم هذا، يرجع لعده اسباب. اولا طبعا عملنا مع عسكر اللي هو في القاهره، وكان عباره عن دوره اشتركنا فيها مع عده فرق منها مصريه ومنها عربيه، وكان اصرار اللاعبين وتكاتف اللاعبين ما بينهم، والصور اللي ظهرنا فيها بالدوره هناك اللي اشارت فيها الحقيقه الصحافه المصريه والجمهور المصري، قال اذا مستوى النادي العربي في الصوره ترى لنا راح ياخذ يمكن الدوري بالكويت، فهذا اعطى حماس حقيقه زايد للاعبين نفسهم. واجتمعنا احنا بيننا قلنا ما دام احنا قدمنا المستوى هذا فلازم ان نقدم مستوى بالكويت نشيد فيه مثل ما ظهرنا في المستوى هنا في الدوره هذه. كان في تكاتف بين اللاعبين، كان في اصرار، كان في التزام بين اللاعبين نفسهم، هذا اللي خلى النادي العربي يظهر بالصوره هذه. طيب ابو محمد، ايضا في سؤال هم بسالك اياه، ما ادري انت الحين كابتن النادي العربي، لو ابو
أبو محمد ما كان بالنادي العربي، كنت أتمنى في أي نادي؟ لا طبعاً عموماً سؤال محرج هذا. أنا طبعاً من عرفت الكرة وأنا حقيقة حبيت النادي العربي، يعني أنت تقول يمكن حتى عندهم كنت خبر، فما أفتكر إني أفكر بأي نادي ثاني غير النادي العربي، يعني يعتبر النادي العربي هو بيتي الحقيقة الثاني. فلو ما كنت النادي العربي يمكن كنت أميل شوي للنادي القادسية عموماً، ولكن ما أفتكر إني أتخلى عن النادي العربي. عموماً هذه أول مرة نسمعها من الكابتن محمد. طيب في شغلة ثانية بعد بغيت أسألك عنها. أنت تقول إن النادي العربي بيتك الثاني، طيب مواقف شغلة موقف حصل عندك بالنادي مع أعضاء النادي مع شباب النادي لاعبين إداريين ما حصل شيء؟ والله حقيقة في مواقف كثيرة، يعني بذكرها. يمكن في موقف حصل لي مع كبير مشجعين بالنادي اللي هو جمعة حيدر، في طبعا كان سنة 80 كنا حاصلين على البطولة الدوري، وفي واحد من كبير مشجعين النادي عزم الفريق على الغداء، وكان هذه تقريبا منطقة الوفرة، كان في مخيمات أيامها، وكان لا في جسور ولا في شغلات على الخطوط السريعة، حتى أنا الحقيقة ما كنت أدري المكان بالضبط. فكنت رايح مع وياه بالسيارة، فمشي تقريبا نص ساعة، فكنت أسأله أقول له جمع ما وصلنا؟ كان يقول لي هو لا تروح امشي بس نوصل أنا أقول لك ما لك شغل. قلت له خير إن شاء الله. مشيت بالسيارة ساعة ساعتين، أشوف أخي مو راضي يقول لي لا لف شمال ولا يمين. قلت خلنا أسأله هذا شو كان عندي يمعة ما وصلنا والأخ نايم. وصلنا السعودية والأخ نايم. هاي يمعة ما صار هذا شيء، قال ما أدري كنت نايم حقيقة. وهذا يعني من الضحك ما قدرت أمسك نفسي حقيقة يوما، وكان الموضوع حقيقة مضحك بيني وبين الأخ يمعة. يعني على بنا يدليك يعني على سبيل الدليل يعني. طيب أبو محمد، هدف تعتز أنك سجلته؟ هو طبعا حقيقة في عدة أهداف، يعني هدف أعتز فيه اللي هو هدفي في مرمى نيوزيلندا، وكان في آخر الدقيقة. هذا الهدف طبعا أعتز فيه أنا، يمكن حتى الجمهور بالكويت، وخاصة كان موقف حرج حقيقة، وكان في تحدي بيني وبين المنتخب النيوزيلندي، فكان هدف حقيقة أعتز فيه. وأما في أهداف حقيقة يمكن كثيرة، ومنها في هدف عندي على منتخب عمان. نعيم سعد يعلي نعيم سامي، حلو الله، حلوة يا سامي، هدف حلو من سامي الحشاش على الطاير، لعبة حلوة، يسجل الهدف الثاني لصالح منتخب الكويت الوطني سامي الحشاش، ولعبة حلوة من الأهداف الجميلة جدا يسجلها سامي الحشاش في مرمى عمان. طالع اللعبة في البطيء وطالع الحركة من سامي الحشاش على الطاير، تروح على شمال سليمان خايف، على شمال سليمان خايف في الزاوية البعيدة، هدف لصالح الكويت في الدقيقة 9 من بداية الشوط الثاني. نبي هدف سجله لاعب غيرك وتمنيت انك انت اللي سجلته، اللي هو هدف عبد الله بلوشي في مرمى القادسية. الى عبد العزيز حسن، خطا ياخذها بلوشي، بيلعبها لاسماعيل حسن لعبد الله بلوشي، كرة مع بلوشي، بيشوط الجول، جول. وفي هدف طبعا هدف جاسم يعقوب في مرمى منتخب روسيا. اثنين منتخب سعد الثلاثي منتخب الكويت الوطني، وصل جاسم، جول جول الله يا ابو حمود. نشكر وجودك معنا هني، وكنا نتمنى ندردش اكثر بس لان قعدتك ما تمل الحقيقه. عموما شكرا، ونتمنى ان شاء الله نلتقي في مقابلات ثانيه. شكرا اخوي داود على المقابله، واشكر اسره البرنامج على هذه المقابله، شكرا. ما ادري والله، ما ادري، انا الصراحه المطرب اللي فات وايد عاجبني، وايد عاجبني، كان زين يعني. ايش ما ادري ايش رايك فيه انت؟ ايش رايك؟ الو هديه شنو؟ ايش رايك في المطرب اللي طاف اللي سويناه الاختبار قبل شويه؟ شلونه، زين ولا مو زين؟ كيفك؟
كيف انا اقصيدي من هني اذا انت انتبهت اي الريال ايش غنى الريال ايش قال. عموما انا اللي عجبني في شيء واحد اسمه اسم فني حميدول بجعه اسم حلو عشان كذي انا خلاص هذا راح انجحه. بس خلينا نشوف الثاني ما يندرى شوف الثاني هذا المطرب حسون ششة. الله بالخير. يا ليلي يا ليلي يا ليل. استاذ ممكن اطلع البرشامه؟ اي اخوي تفضل خذ راحتك خذ راحتك. وليك مشغول وشغلني بير طيحت بيه ما حدش بيعبي مطرحك بقلبي انا خلي زعل يا من يجيبه متعجبه انا متعجبه. شو رايكم؟ برافو 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 برافو. لا فظيع قمه قمه يا اخي. لحظه خلنا نستفسر ايش رايك؟ ايش رايك؟ شلون؟
أقول لك يوم جسمي شو حبيبي بقيت أقول لك شيء يعني متى ناويتي تخطبني؟ قريب إن شاء الله على أساس يعني خلال كم يوم انزين ما قلت لي وين بنسوي حفلة الزواج؟ والله حفلة الزواج أنا أشوف يعني بيت يدي القديم وايد أحسن. أكيد معازيمكم وايد. أفتكر يعني أكيد بتجيب لي مادونا تغني. مادونا؟ والله لا، أنا عندي فرقة، عندي واحد من ربع علوش يدق هبان وايد فنان، يعني هذا يجيب ربعه واحدة هبان طقطقة أحسن. ديلي ديلي ليه ديلي طق لا 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 أحلى. يعني ما أدري الأثاث يعني أكيد من محل معروف. والله الأثاث يعني ترى علي من ورا المقبرتين وايد أحسن من المقبرتين، ترى رخص وهذا مش حقه اقتصادي، نحط فلوسنا عندنا وايد أحسن. يعني اللي يسمع كلامك كذي وبين مقبرتين وهبان ما يقول ان رقم سيارتك رقمين؟ والله حتى رقم سيارتي، انا رقم سيارتي الحقيقة اتصلت في راعي وانيت وبادلته، اعطيته 250 دينار وخذيت رقمه واخذ رقمي. علي ابراهيم علي الحجار، واسم الشهرة علي الحجار، خريج كلية الفنون الجميلة قسم التصوير، تعلمت الغناء على ايد والدي ابراهيم الحجار، علمني العود والمقامات الشرقية الموسيقية والضربات الايقاعات العربي كلها والقرآن كله وانا عندي 9 سنين. طيب شنو اخر اغنية غنيتها؟ اخر اغنية كانت في قلب الليل، كلمات عصام عبد الله والحان احمد حسن الامام وشهرته مودي الامام. طيب اخر اغنيه سجلتها بالتلفزيون؟ اخر اغنيه سجلتها في التلفزيون الكويتي اغنيه بس تعالوا، كلمات سيد حجاب والحان عمار الشريعي. طيب اخر عمل سينمائي؟ اخر فيلم سينمائي كان فيلم المغنواتي، وده كان من 7 سنين، كان بطولة سهير المرشدي وشكري سرحان وليلى حمادة وصلاح منصور وأنا كنت معاهم، تعامل المغنواتي يعني. سيد علي ممكن نسمع مقطع من مقدمة مسلسل أولاد آدم؟ هو طيب هي زنقة من غير موسيقى دي صعبة، هحاول.
هو بيقول الكورال بيقول يا عم آدم عيالك متبعطرين في المتاهة تيرارارارارا يا عم آدم عيالك متبعطرين في المتاهة ترارارارارا دسنا بقدمنا خيالك وحياتنا ضلت خطاها يا عم آدم لما رفضنا رضانا يا عم آدم رحنا برضانا الأضانا يا عم آدم لما رفضنا رضانا يا عم آدم رحنا بغلطنا وخطانا وأما زمننا عطانا صرنا لإبليس بطانا. مش قادر أكمل بتعب نفسي لما بقولها. يعني هناك مقولة تقول إن التلفزيون أخذ علي الحجار من السينما بدليل أنك أنت قمت في أعمال تلفزيونية عديدة لكنك لم تشترك إلا في عملين سينمائيين فقط. عرفت منين؟ أيوة اشتغلت فيلم المغنواتي وفيلم أنياب. التلفزيون لأن قاعدته الشعبية عريضة أكتر فمغري أكتر بأن الواحد يتعرف على معظم الناس، على السواد الأعظم من الناس، وانه يعرفهم بنفسه يعني. والسينما مكلفة اكتر ماديا ونفسيا، تاخد جهد اكبر بكتير وعايزة وقت تحضير بين الفيلم والفيلم لازم ياخد مش اقل من 3 سنوات. التلفزيون اسرع لانه بيبقى فيه اكتر من كاميرا، بيبقى التجهيز من الاول، بيبقى كيفية كواليتي الصوت، نوعية الصوت بتطلع أنقى، فالضمان هنا لأن الواحد يخرج عمل مضمون نظافته في التلفزيون أوقع يعني، لأنه بتشوف اللي بتعمله على طول مرة واحدة. طيب سيد علي، ممكن أعرف آخر مسرحية لك؟ آخر عمل مسرحي كان مسرحية منين أجيب ناس بتاعت نجيب سرور، أخرجها مراد منير، وكانت البطولة لمدام محسنة توفيق وأنا كنت معها. طيب شنو عدد المسرحيات اللي اشتغلتها؟ اشتركت في 6 مسرحيات، 2 منهم قطاع خاص و4 تبع هيئة المسرح. طيب بالمناسبة ما أدري آخر أغنية كويتية سمعها علي الحجار شنو؟ أنا بحب أسمع عبد الله الرويشد، بحب صوته جدا. بحب قوي نبيل شعيب، بس اخر اغنيه سمعها لي عبد الله الرويشد من 2 3 في اثناء فتره وجودي هنا، بيعملها للكاسيت الجديد بتاعه لسه ما نزلتش، عملها له راشد الخضر ملحن العبقري. الاغنيه اسبانيولي، على نهج الالحان الاسبانيولي، ومعموله حلو قوي. عبد الله غناها لي واحنا في العربيه على الشريط، كان موسيقى بس فجنني يعني. أعتقد اسمها عيني بعينك. احنا سمعنا سمعنا سيد علي انك انت مشترك مع الفنان عبد الله الرويشد في عمل غنائي مشترك. نبي يعني تعطي فكرة حق المشاهدين عن العمل هذا. هو الخبر بتفاصيله ان احنا بنفكر نعمل انا وهو شريط كامل بيتكلم عن الواقع الحالي في المنطقة العربية، انه يبقى الشريط ليه قيمة اجتماعية ومش سياسي يعني، مش شريط سياسي بس شريط اجتماعي يلم شمل العرب على بعض ولو فنيا. غير ان احنا عندنا حفلتين في مصر وحفلتين في الكويت مع بعض في خلال شهر يونيو ان شاء الله. Thank you.
تعالوا تعالوا إن جينا على بالكوا تعالوا بس تعالوا 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 إن جينا على بالكوا تعالوا في العصر في السهرة ومالوا ما هو الأصل مننا مالوا غير ناس هم رسمانوا بس تعالوا تعالوا بس تعالوا 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 بس تعالوا تعالوا احنا اللي فينا مكفينا بس اما بنشوف بعضنا القلب يرقص مواله بس تعالوا تعالوا بس تعالوا 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 بس تعالوا تعالوا السنة يا ولاد ولا في المواسم
الأعياد مش من السنة للسنة يا ولاد ولا في المواسم والأعياد طول عمرنا أهلي وعيلة طول عمرنا أهلي وعيلة لا الأهل يتقابلوا بمعاد ولا مهما يعلوا بيتعالوا بس تعالوا تعالوا بس تعالوا 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 بس تعالوا تعالوا بس تعالوا تعالوا إنينا على بالكوا تعالوا بس تعالوا 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 إنينا على بالكوا تعالوا في العصر في السهرة ونالوا ماهو الأصيل مننا ماله غير ناسه هم رسماله بس تعالوا تعالوا بس تعالوا 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 بس تعالوا تعالوا قعدوا يما يما قعدوا قعدوا لا غالبكم ابوكم قعدوا لا بارك الله في ابوكم قعدوا قعد انت المتين قعد بسم الله تخانق اليهال ما بقيت تطلعنا كلنا مخلى علينا مكيف هذه تردح تردح على راسنا طلعنا نشوف الخضرة ونشم الهوى العليل بلى بلى متزوج صخوانة خضرة بعدين هذا ويشم هوى عليل هذا زين زين قول اللي تبي تقوله المهم انك طلعتنا احنا قابلين ايش تقوله يلا لو ما حنتج شربت 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 كمل احسانك يجيب لنا شربت 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 تعال وتعال شربت 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 السلام عليكم عليكم السلام عطى من هذا شربة يلا بسرعة عطاشة إن شاء الله بعد ما يكفي هذا يحن على قلبنا وانت ما تعطينا شربة إن بسرعة إن شاء الله طقيني بعد حجية طحبة شربة أخوي أنت يوسف مرتد الله إيه نعم أنا خير مكتوب أقام حفل عشاء في أحد المنادق الفنادق الكبيرة وذلك بمناسبة عودتي من الولايات المتحدة الأمريكية شنو شربة تبيع شربة شنو الولايات المتحدة الأمريكية مسافر عادي واحد من ربع اعطيته الصوره وقلت له حط ليها صفحه المجتمع كلك خالي من التقدير
فكرت أنا فكرت قررت أنا قررت فكرت أنا فكرت وقررت أنا قررت أنسى أنا حبك هذا بعد تفكير Thank you.
صمتي للحنين عيش الحزن عيش الألم وحدك وحدك خلني أعيش دنيا الهنا بعدك بعدك عيش الحزن عيش الألم وحدك وحدك خلني أعيش دنيا الهنا بعدك بعدك ما أنتظر رد وعذر بالنسبة لي ردك ما انتظر رد وعذر ما انتظر رد وعذر ما عادهم بالنسبة لي ردك فكرت انا فكر قررت انا عزيزي المشاهد انتصار الحين مو هني. هالبنية هذه طيبة حبوبة لكن فيها شغلة الله أكبر كلها تضحك كلها تضحك على أقل مشهد نسويه تضحك. مشهد بالمشاهد أنا وياها فاجأتها بشغلة قلت لها لا تضحكين أنا بسوي شيء كانت تقول لا أقول لي قلت لها لا ماني قايل لك بفاجئك فاجأتها أخذ يضحك الله بالخير. عزيزي المشاهد نحييك ونقدم لك برنامج سهرة مع الأنغام ونتمنى إن شاء الله أنكم تستانسون معانا. قال لكم إن أنا أضحك وايد ها؟ شوفوا شلون شوفوا بالمشاهد ما يعرف يتحكى. يا صباح الورد يا صباح النعناع يا صباح الريعان الريعان عاد خلنا نعيد. إن شاء الله استمتعتوا معنا. فما الله. إيه. زين. أقصيد إذا أنت سامع فيها الرجال قاعد يغني وأنت نايم بس. وجفاني ما وصل منك جفاني. أنت صار لا تضحكي. كل تضحك على ابني. خلص الحب. هاي حمود جشوم بين طاخ بين طاخ عمال حمود جشوم بين طاخ ورقيتي على كريم بين طاخ ورقيتو وين ألقى تاكس لو سمحت تاكس لازم طبعا لازم تعال ولايك مشغول وشغلني ب اسف هيا هيا حط طلع جيس طلع جيس حط الله الله ليه دي ليه دي ليه تقعد لا لا احلى وتحطوا حاجه في راسكو زي ده هو وحاجة في بقكو كده نجيب المسمار ده
ونضربه كده. اهو نجيب تاني ونضربه كده كمان. اضربه جامد ما متخافوش. مفيش حاجه يا ولاد. ايش رايك؟ شلون؟